يقول فأنشدت الحسين أمرر على جدث الحسين. التفت إلي الإمام قال لي لا كما تنشدون مو بهالطريقة، أنتم لما تقعدون بالمجالس مو تنشدون بالرقة. قال لي يا ابن رسول الله بلى في ذاك روحي. قال لي إذا انشدني بالرقة كما تنشدون بطريقتكم. يقول فاسترسلت واستعبرت وسالت عبرتي وأنشأت أمرر على جدث الحسين وقل لعظمه الزكية ما لذ عيش بعد ربك بالجياد الأعوجية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية يعني فاطمة. متى سيدي قال ما إن ترون هذا الهلال. كان أبي إذا دخل المحرم لا يرى ضاحكا وكانت الكعبة تغلب عليه حتى إذا كان اليوم العاشر كان يوم مصيبته وبكائه وهو يقول هو اليوم الذي قتل فيه جدي الحسين. يعني متى سيدي لما ننظر إلى هذا الهلال نراه مخسوفا حزينا كئيبا. يعني حتى أهل البيت ينظرون إليه. أجل خلينا نسأل الحسين أبا عبد الله لما تنظر إلى هذا الهلال وتعرف بأن فيه مصرعك ومصيبتك شنو يصير بك أبو علي؟ كأن لسان حال الحسين يخاطب هذا الهلال في مثل هذه الليلة. يقول لي هلال المحرم ريت نورك في السماء لا باب. يلا يا هلال المحرم ريت نورك في السماء لا باب. جنب مولدك مكتوب ذبحي وذبحة الشباب. كأن الهلال يعتذر من الحسين يقول لي يا أبو السجاد سامحني وأنا المخضوب من دمه. مو بيدي يا ابو علي يا ابو السجاد سامحني وانا المخضوب من دمه. لو بيدي يغيب لا يغيب بكربلا نجمك. خجاله خجاله بمولدي ذبحوه ضامي وتنفجع أمك. أحسها في قبرها الصيح وحزني على العطشان. كأن الحسين يقول له هلال يا هلال لا تذكرني بأمي لا تذكر أمي. يا هلال الحزن نزل همي بطاري الزهرة ولا تخبرها عن حالي تراهي ماتت بحسرة ما تتحمل ألم وهموم ومنها ضلاع متكسرة خاف من اللطم والنايح
آه محسن يلتفت فزعا قال له أبو علي أنا مستغرب منك ومن أمرك يا أبو علي ليش؟ قال منك يا أبو السجاد حاير والفكر مذهول يقول لك قاصد كربلاء يا حسين أين تدرب كربلاء مقتول الله وين وصل وين وصل الهلال وصل إلى ما يجرح قلب علي وفاطمة وكل خوفي على زينب الله وكل خوفي على زينب إذا داست عليك خيوخ بعدك بالحرم تحتار ورأسك فوق عالسنا عجل إذا ذكرنا زينب خلنا نروح لها أنت هذا حالك إذا تعيد الذكرى كأن الآن مصرع الحسين الآن تنظر إلى الحسين على واهجة الرمضة عجل إيش حال زينب زينب لما تمر عليها الذكرى إيش حالها ما تتحمل عاشت سنة بس بعد الحسين سنة تقعد بالدار وتتلفت يوين وشمال إذا مرت عليها الذكرى قل لي يا ابن أمي بسواد الليل بس أجلس بوسط الدار يا الله اي والله يا ابن أمي بسواد الليل بس أجلس بوسط الدار تمر أيامنا الحلوة وأذكر يوم كنا صغار يا حسين تقول لا أنساك أبو علي عساني أموت ولا أنساك إن كان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني أبو علي خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك أيام العشت وياك أنا أغيك وتنا يلا بيت دعاء يعني ما تنسين أبو علي قالت لا والله وين أنساه وكل زاوية بالبيت تذكرني به تذكرني بالحسين تذكرني بأبو فاضل ولذا لما دخلت عليها هالأيام أم البنين تعزيها وتسألها إيش قالت لها زينب قالت لها لا تسأليني يا أم ما أقدر ليش يا زينب قالت عباس ذوابني وحسين شايبني اي والله عباس ذوابني وحسين شايب يلا ويا زينب عباس ذوابني وحسين يم البنين بذكر اخويا هالايام اذكره تقول له يم البنين بذكر اخويا زادت الامي الحسين شفت قبال عيني من ذبح ضامي عباس ذوابني وحسين شايبني يلا عباس يقول لها لا تسألين يا أم ليش يا زينب ابن أمي صعب يم البنين أحكي عن أحواله اي والله معذورة زينب ابن أمي صعب يم البنين أحكي عن أحواله ليش يا زينب من قبل ما ينذبح ذات الشمر بن عالة عباس ذوابني وحسين شايبني عباس ذوابني
بعد عندك يا زينب قالت بلا تعال يا أم تعال تعالي قوم ندش قوم ندش يم البنين الغرفة الكافر تحفت سفر ندموم من جفين أبو فاضل عباس ذوابني وحسين شايبني عباس بيت الدعاء وإذا زينب جلست واقفة على باب الدار ادخلي يا زينب قالت ما أقدر ليش يا زينب يلا ويا زينب قالت شلون أطب البيت وراعي البيت مو موجود والله شلون أطب البيت وراعي البيت مو وين يا زينب قالت تركت بكربلة مرمي وبقلبه سهم محدود